مساء الخير ومرحبا بكم من جديد في قناة ميجا وصفة. واليوم ان شاء الله غنشوفوا طريقة تحضير الفوشار او البوب كورن في الميكرووند. وغادي نحتاجو 100 غرام د الذرة، غنحتاجو لا ملعقة صغيرة د الملح ماشي عمرة، غنحتاجو ملعقة كبيرة د زيت نباتية، نخلطوها مزيان على هذا الشكل هذا حتى يتلبسوا حبيبات الذره بالزيت. وغنحتاجوا لواحد الاناء كبير اللي غيدخل للميكرووند. نغطيوه بالفيلم اليمونتير ونوضعوا بعض الثقب على هذا الشكل هذا. وندخلوه الميكرون 3 دقائق. ثلاثة دقائق ونخدمه. والفوشار ديالنا ها هو وجد من بعد 3 دقائق، يمكن تخليوه حتى 3 دقائق و30. ها هو نقدموه بالصحة والراحة، وأنا هنا كنقول لكم كيف ديما بصحة وراحة، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.